الله الرحمن الرحيم. بسمك اللهم نبدأ وعليك نستعين وطلب التوفيق والنماس لجميع المشاركين. إذا متابعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، ومن هنا يتجدد بكم الترحيب واللقاء ضمن انطلاقاتنا في سن الحقائق وفي سادس أيامنا في هذا المهرجان، مهرجان ولي العهد للهجن، حيث الانطلاقات والتحديات المتواصلة في هذا الصباح. ينطلق على بركة الله شوطنا السابع على الحقائق الابكار، وتنطلق الأسماء والشعارات الكبيرة الباحثة عن النوماس الغالي وعن الانتصار. انطلق وإياكم إلى البداية وإلى انطلاقة علي بن محمد بن علي بن سعيد آلف هيد المري، من ينطلق على البداية ويقدم لنا تحديات الفايزة، بينما الدور دور المركز الثاني، شعار عايض بن رفعة بن عايض آل عاطف القحطاني، من ينطلق ويقدم لنا انطلاقة تغريد على المستوى الثاني، بينما ثالث الأسماء اندفاع الجلمودة وبشعار مشبب بن محمد القحطاني هو المنطلق بتحديات جلمودة، ورابع الأسماء شعار سلطان بن ماضي بن مسعود الجهني، من يقدم لنا البلورة، وكذلك الوصول من الجانب الآخر شعار هادف بن حمد بن محمد بن عفصان المنصورية، من يقدم لنا انطلاقة شعار وتحديات الهائلة. ها هو نداءنا الأول، أتممناه على مسامعكم، العودة حيث البداية وحيث تحديات الفايزة، من تنطلق على المركز الأول. علي بن محمد بن علي بن سعيد آلف هيد المري، من ينطلق على البداية ويقدم لنا الفايزة. أبناء المملكة ينطلقون على البداية بتحديات هذا الشعار، ولكن هنالك الهايلة على المستوى الثاني، هادف بن حمد بن عفصان المنصورية، من ينطلق ويقدم لنا شعار على المستوى الثاني. ثالث الأسماء شعار بن رفعان، ورابع الأسماء هنالك سعود بن شافية بن ناصر بن حمود آل شافية الهاجرية، الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير. يا راعي الفايزة، من ينطلق على البداية ويقدم لنا شعار على المركز الأول بتحديات هذا الشعار، ولكن المركز الثاني الهايلة، وكذلك ثالث الأسماء علي بن خليفة بن خميس السويدي الضبية بن شافي، واصل الله يا معركة الابكار، وكذلك السبهان هو الواصل مع الذيبة طلال بن محمد بن عبد الكريم، السبهان بن شافية من الجانب الاخر. انطلاقة الشاهينية شعار جاء، من ينطلق ويقدم لنا الشاهينية، سعود بن شافي بن ناصر بن حمود الشافية، ارصاد ناصر بن سالم بن علي الحمامية، ريمة ريمة ريمة، دربة دربة للبطلة، من انطلقت وغيرت إلى البداية بهذا الأداء والعرض الكبير والعرض الممتاز. ينطلق مالك ريمة، عادة الشاهنية، ياهي من أمتار، ياهي من أمتار، يا باب 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 باب، تنطلق الشاهنية، ريمة ريمة
الامتار الاخيره بن شافي بن شافي اوريما بن شافي بن شافي او هنالك الشاهينيه بالفعل بو ناصر تسلم يمينك يا ابو علي من قدم هذه البطله هنالك بشعار السعود بن شافي بن ناصر بن حمود ال شافي الهاجري هنالك البطله والنقطه الثانيه لمالك الشاهينيه نقطتين في هذا الصباح من ابدع هذا الشعار شاهدنا نحن واياكم الثنائية الكبيرة ما بين ريم وشاهينية فكانت البطلة الشاهينية بالفعل حتى الامتار الاخيرة شاهدنا المنافسة والتحديات لحظة وصول الشاهينية 4:47 36 جزءا من الثانية توقيت البطلة بين مثل الاسماء فكانت ريما ناصر بن سالم بن علي الحمامي 4:47 62 جزءا من الثانية ثالثي الاسماء شعار هنالك طلال بن محمد السبهان مع الذيبة 4:49 87 جزءا من الثانية وربعي الاسماء رابع الشعارات فكان هنالك شعار مبارك بن فهد بن رملان المري وخامس الاسماء وهنالك شعار هادب بن حمد بن محمد بن عفصان المنصوري إذن حفلنا الكريم مستمعينا لفاضل ها هو الشعار شعار الشاهينية وشعار جاء من انتزع نقطتين في هذا الصباح وقدم لنا الأداء والعروض الكبيرة إذن حفلنا الكريم متواصلين نحن وإياكم في سادس أيامنا في هذا المهرجان إذن متابعينا الكرام شوطنا القادم هنالك بسام العطوي فله الكلمه